لأنه ذهبنا إلى ترصين مجموعة من القوانين المهمة اللي هي أقرت في زمن السيد المندلاوي، ويشكر على هذا الحقيقة، يشكر على هذا الأداء اللي هو قانون الشذوذ الجنسي وقانون عيد الغدير وقانون الأمن الوطني وقانون الحشد، ومضينا إلى هاي النقطة اللي كانت هي عقدة من عقد مجلس النواب اللي كان الحلبوسي مخليها بأدراج مجلس النواب العراقي. الحلبوسي اللي ما اعترف على الوفد اللي زار من السفارة البريطانية، زار مجلس النواب العراقي والتقى باللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي، طبعا السابق مو الحالي، وأثناهم عن قراءة القانون ما اعترض رئيس المجلس، ما بين صوته الآن، لأنه أكو شجاعة. يعني بريطانيين قاعدوا أخي بريطانيين على مستوى مداحشي لك من جيب الصفح بشكل رسمي، ووفد من السفارة البريطانية التقى رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الماضي وأثناهم عن المضي بقراءة القانون، يعني وقفهم والتعديلات. بالمناسبة ترى دكتور مصدق مشترك بتعديلات القانون. لا بس 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 فهمني، يعني أنه جاهم وفد قال لهم لا تمشون بهذا القانون، لا تمشون، واللي يمشي احنا نعمل له 1-2-3، واكيد الجنط سالي الليل اجت الجنط. لا البريطاني مو جماعه الجنط، البريطاني غير شكل، مو البريطاني واجهه للامريكي اخي. تمام. البريطاني اتفقوا بال 2014 ويا الامريكان، قالوا لهم نحن اخبر منكم. أكيد. بالمجتمع العراقي. تمام. بل نتولى بعض الملفات من هذا.